بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن من قلب عاصمة البوسنة، في دولة البوسنة، في مدينة سراييفو. الآن احنا في مطار سراييفو الدولي، ومعانا الشيخ عدنان أبو محمد من السعودية. السلام عليكم شيخ عدنان. وعليكم السلام ورحمة كيف الله الحال؟ وبركاته. كيف الصحة؟ الله يحييك يا أبو عبد الله. احنا المتابعين طبعا عاوزين الجزء الثالث للقاءات، فاحنا حابين نعمل معاك لقاء سريع جدا قبل السفر يعني. فاحنا لقاء مفتوح، انت تتكلم كيفما شئت يعني. جزاك الله خير ابو عبد الله. اول شيء يعني كان احد ملاحظات اللقاء الاول يقول شخص ليش انت طالع فوق يمين ويسار ما طالع في الكاميرا على طول. احيانا النظر للكاميرا يشتت فكر الشخص، ما يلم جميع المسائل وجميع المواضيع لم يحصرها مضبوط. فعشان كذا انا كنت طالع يمين وطالع يسار، ما بركز في الكاميرا. هذا من الحياه يا محمد. العموم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اليوم يوم جمعه، يوم مبارك، وان شاء الله جمعه مباركه علينا وعلى جميع المسلمين. اللهم صل وسلم 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 وبارك على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا والله الجزء الثالث هذا يعني عند فراقي من دوله البوسنه، على خروجي الان انا عند المطار الدولي الخاص بالبوسنة، وما بيني وبين الطائرة الا ساعتين، سوف يعني ارجع الى الديار. لكن اني يعني الحمد لله عشت في هذه تقريبا 30 يوما تقريبا. كانت ايام يعني حلوة وممتعة بصحبة اخونا علي، يعني ما تركني ولا خلاني ولا خلاني احتاج احد، جزاه الله خير. يعني اي شيء ما شاء الله تبارك الله، الرجال فزيع يعني. والله ما نبغى نمدح الناس في وجوههم، لكن الحق يقال، يعني شركة محترمة وناس محترمين، وساعدوني حتى في انشاء الشركة حقتي، وان شاء الله يعني اموري ماشية للوضع الصحيح يا رب. ان شاء الله يا رب. الله ان شاء الله يعني على الانتهاء ان شاء الله. نصيحة سريعة، نصيحة اسلامية يعني، بعيد عن الدنيا بقى. والله نصيحة يعني، من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرج. هذه كافية، يعني الإنسان مهما كان تضيق عليه الحياة يعرف إن مع العسر يسر، هذا هو المخرج. إن مع العسر يسر، وعد إن مع العسر لازم يسر. ومرت الحياة في تجارب كثيرة معايا ومع الآخرين، بس أنا يعني مرت علي كثير. يعني أحد الحالات كنت سبحان الله كنت جالس في بيتي من الظهر إلينا العصر وأنا قاعد أفكر في أمور مالية. كانت عندي ضائقة مالية والتزام مع بعض الأخوان، والبيت يحتاج له كان بعض النواقص، ما أدري ليش الحل يعني. بس لكن والله سبحان الله كانت ضائقة جدا جدا جدا. قعدت والله قلت استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، سبحان الله. ويدق الجرس الساعة 4:15 صلاة العصر، زميل يقول يا تطلع. طلعت له ايش تبغى تفضل؟ قال لا بعطيك فلوسك يا اخي، لك 5000 سلف وهذه فلوسك. وانا من غير ما اطلب سلف يرجع الدين عشان ما بضيق عليه والله. لكن سبحان الله، الله ارسله والله عليم بحال، عشان الله سبحانه وتعالى وعد الانسان ان مع العسر يسر، والحمد لله رب العالمين. وكذلك في موضوع ان الله عز وجل يظل العبد، اللي هو الذي اذا انذر معسرا حين يسره اذله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. نعم. نعم 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 والله. يعني هو رجال فاضل يعني، ويعني رجع لي ديني والله كانه مديني، مع انه ديني رجع لي هو. بس وقتها يوم رجعت لي فلوسي وفكت الزنقه هذيك، يعني فرحت جدا جدا بالوفاء حقه واحساسه فيه. يعني سبحان الله، الله ارسله، الله ارسله. الله يسر. أول حاجة هتقول لأهلك إيه لما توصل تحتهم عن البوسنة؟ أول ما أوصل ألم عيالي كلهم. ما شاء الله، الله يبارك لك. حشوني صراحة يعني، يبارك لك يعني، حشوني. أنا أهلي وأولادي يعني غالين علي، مرة غالين علي. هيسألوك عن البوسنة؟ أنا ما تركتهم يعني. نعم. يعني ما تركتهم يعني على أساس إني أذهب أتمشى لوحدي أو يعني. أنا تركتهم عشان عندي شغل، زي ما قلت في الجزء الأول، مهام لازم اسويها وانجزها، والحمد لله. اول انطباع على البوسنه هتقول لهم ايه لما تشوفهم ان شاء الله؟ لحظه بجيب العربيه. اقول البوسنه، خذ العربيه دي انا جوله. شكرا لك. الله يبارك. مسالمه، ناس مسالمين يعني، وطبيعه حلوه. واتمنى
انكم تعني انكم تصطحبون معي ان شاء الله، وان شاء الله نجي هنا وتنبسطون، وفيها ناس كثير، ناس كثير طيب. والله يا سخر الطيبين للطيبين. كيف مكتب السيارات اللي تعاملت معه؟ مكتب والله مره رائع، والاستاذ سيلفر هذا اللي يعني اللي هو الظاهر انه السوبرفايزر حقهم يعني مره مره راقي، واسعارهم جدا جدا يعني مناسبه جدا. يعني اعطوني في البدايه اعطونيها ب 50 مارك، يعني قربت 120 ريال تقريبا، وبعدين نزلوها يعني يوم حسوا اني مطول اخذتها زياده فتره طويله زياده، حسبوا ليها ب 40 مارك، يعني تقريبا يعني 90 ريال. 90 ريال باليوم يعني ايجار سياره وتحت يدك، تروح هنا وتيجي هنا، تحط اغراضك ما تنزلها عزبتك، يعني حاجه مناسبه جدا. يا الله ييسر لك امرك. يعني حتى يعني جاء للمطار، جاي يودعني وياخذ سيارته من المطار، ما احتاج قال لي اني اجيبها للمكتب. وقلت له ان شاء الله بجي اخلص اوراقي، قال لي برضه اذا جيت كلمني انا اجيك المطار اعطيك السياره من المطار. يعني هذه يعني خدمه ما تحصلها دائما. نقول لك قبل ما تسافر يعني زودك الله التقوى وغفر ذنبك. آمين. استودعناك الله الذي لا تضيع ودائعه. آمين. إن شاء الله ندعي البعض وما ننسى بعض من الدعاء، واليوم يوم جمعة مبارك خاصة. آمين. بعد العصر إن شاء الله الأمور طيبة بعد. كنت عايز أسألك، أول ما هتشوف تقعد في الطيارة فوق والمضيف أو المضيفة يعدوا من مرة هتعمل إيه؟ والله أنا ناوي أول ما أطلع الطيارة هو الإنسان دائما يطلع الطيارة ويدعي دعاء السفر. الله يتقبل، يتوكل على الله ويدعي دعاء السفر. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبعدين يرفع يده للدعاء. يعني لين ما تقلع الطائرة يبغى لك يمكن حوالي 25 دقيقة. لا تنسى أخوك بقى إيه بالدعاء الصالح. والله يا أخي تبشر، ندعي لك وندعي لحبايبنا والناس اللي ساعدونا وجميع المسلمين. آمين. واللي يجي على بالنا من الأحياء والميتين. آمين يا رب. الميتين يحتاجون دعاء منا، وإحنا والله مقصرين، لكن إن شاء الله إنه ما ننساهم بإذن الرحمة. آمين يا رب. آمين. زودك الله التقوى وغفر ذنبك واستودعناك الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.